بسم الله. دلوقتي لو انا عندي خطين هرسم خط اهوت لاين، تمام، ولو انت رسمت باللاين تاني دوت يبقى لازم تدوس اسكيب عشان تخرج من الامر لانه يفضل مكمل معاك، تمام. لازم تيجي كده مثلا اهوت هتلاقيه مكمل معاك، فتدوس رايت كليك عشان تخرج من الامر. طب انا عايز اعمل فليك بين الاتنين دول، يبقى هروح للكيرف وهقول له انا عايز اعمل فليك كيرف، تمام. بيقول لي الريدس قد ايه، تقدر تغير الريدس دي تخليها مثلا 2.5، تمام اهوت. وبعد كده هتقول له فيرست كورنر وده سكند كورنر، هيبدأ يوصل بينهم بالشكل ده. طيب دلوقتي انا عايز اعمل الاتنين دول، الخطين دول خليهم يعملوا فيلت مع بعض، تمام. طب خلينا كده نختار الخط دوت واعمل له اكسترود، والخط ده اعمل له اكسترود، تمام. فهاجي هنا بقى لما اعلم على الخط دوت هتلاقي هنا امر اكسترود جاهز، تمام. بيقول لي الارتفاع بتاعه قد ايه، حدد الارتفاع بتاعه، وده نفس الفكره في الخط دوت، اقول له الارتفاع بتاعه اهوت، تبدا تشوف الارتفاع اللي انت عايزه، تمام. اول مره الخط خد نفس الارتفاع. دلوقتي بقى هروح لسيرفيس واقول له فيلت واختار الخط ده، وبعد كده اختار الخط دوت يبدا يعمل الوصله بينهم بالشكل دوت. طيب لو انا جيت هنا ورسمت سيرفيس بالشكل دوت والشكل دوت، اعمل سيلكت عليه واعمل له اكسترود، بس مش اكسترود كيرف، لا سيرفيس، وابدا احدد الارتفاع بتاعه وليكن مثلا بالشكل ده، تمام. اه تمام. طيب انا هرجع تاني وهقول له اكسترود سيرفيس، تمام. هنا هتلاقي عند دايركشن بالسايد سوليد، هقول له انا عايز سوليد، تمام اهو. طيب بعد كده عايز امر فيلت، امر فيلت المره دي هيبقى مختلف شويه، تمام، لان هنا عندي ده شكل مجسم، فهقول له هختار الشكل واجي هنا اقول له سوليد واقول له انا عايز فيلت اتش، فيلت اتش، تمام. اروح بقى من هنا بيقول لي نيكست ريديس قد ايه، ابدا بقى احدد ال اتش اللي انا عايزها، ولكم مثلا دول اهوت، تمام، وادوس انتر. بيقول لي انت عايز الزوايا قد ايه، تمام، تقدر تغير زي ما انت عايز، تخلي حاجه اكبر مثلا، وبعد كده تدوس انتر يبدا هو يعمل لك الفيلت بالشكل دوت. فاحنا كده شفنا الفيلت ككيرف وكسيرفيس وكسوليد.